بس خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ بالقاهرة وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية، وهنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية. هنروح عند كوبري الجلاء وهناك برضو هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار هنلاقي كثافات نسبية بتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الموضوع على كوبري المطارية اللي قادم من كابلات. في الجيزة خلونا نستعرض هناك الجولة المرورية أو الحالة المرورية اللي هناك، نبتدي من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية. في شارع الهرم الرئيسي بيشهد كمان تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وكمان في منطقة المساحة وشارع العريش ومطكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ولحد الطلبية، وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. خلونا نروح دلوقتي لمحافظة أسيوط والقادم من مستشفى الجامعة، هناك بتشهد سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6.